قضية بقاء بالنسبة لي، ولا أساوم عليها. أنصحكم أن ترحلوا الآن. هي الحرب أيها الأشعث، فاستعدوا لها. نحن لها يا أسامة، نحن لها. أحب أن أحارب الأقوياء. وستعود أدراجك مع حثالتك. فرساني ليسوا حثالة يا أبي، وستعرف من هم بعد قليل. رد أدراجك معهم يا أسامة. لن يمنعني أحد عما شئت من أجله إلا الموت. إذن فأنا أدعوك إلى نزال الموت. الأمر بيني وبين أسامة. نزال الموت بيني وبينك؟ إن قتلتني فلك حربك، وإن قتلتك عاد رجالك من حيث أتوا. هل تعتقد أنك قادر على قتلي؟ أسامة، أنا من علمك الفروسية. علمتني إياها عندما كنت يافعا، ولكني زدت على ما علمتني الكثير. لو دفعت لي بالباشق أو عقاب لقلت إنك جاد فيما تقول. أنا جاد يا أسامة، فإن قتلتني فأنا أدفع ثمن تربية غير صالحة، وإن قتلتك مات شر يجب أن لا يعيش. أو تظن أني أرفع سيفي في وجهك؟ لا يا أبي، حتى وأنت تقتلني سأقتلك يا أسامة، سأقتلك. ما زالت ذراعك قوية يا